قمة أكرا واضحة. المغاربة لجأوا إلى القانون، قالوا أن بالنسبة للاجتماعات الدولية التي تقوم بها يقوم بها الاتحاد الإفريقي مع شركائه الدوليين، يجب أن يحضر الدول المعترف بها على مستوى الأمم المتحدة. هناك دولة فرضت فرضا في ظروف معينة كمؤسس للاتحاد الإفريقي، وهي ليست موجودة على الأرض، ليست موجودة على الأرض، هذه الأمم المتحدة لا تعترف بها، وبالتالي الاتحاد الإفريقي ودول الاتحاد الإفريقي كلها صوتت على أنها الدول التي لا تمتلك اعتراف في الأمم المتحدة لا يحق لها الحضور في الاجتماعات، في الاجتماع لا يحق لها الحضور في الاجتماعات الدولية. انتهى الأمر. الاجتماعات الإفريقية اليابانية رأينا في تونس أن بعض الدول تتواطأ وتستدعي دول وتستقبلها كدول موجودة وهي غير موجودة، غير موجودة. والأمور التي كنا نتحدث عنها يا إخوة الكرام، أنا قلت لكم أن المملكة المغربية كانت تعي ما تفعل عندما دخلت دخلت من جديد الاتحاد الإفريقي. الدولة التي تدعى الجمهورية العربية الصحراوية، المملكة المغربية لا يزعجها أبدا أن يتم ذكرها، ما دام أن الدولة هي شعب وأرض، والأرض التي متواجد عليها اليوم، الأرض المتواجدة عليها اليوم الجمهورية العربية الصحراوية بمرافقها السياسية والعسكرية والمدنية معروفة، معروفة أين تواجدها، أليس كذلك يا أخوة الكرام؟ أنا أسأل، أين هو مقر الجمهورية العربية الصحراوية؟ مقر رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية؟ أين هي وزارة الدفاع؟ أين هي وزارة الخارجية؟ أين هي قيادة أركان الدرك؟ أين هي المرافق؟ هل هذه المرافق لا توجد على الأراضي الجزائرية وبالضبط في ولاية تندوف بشار؟ هل هذه الدولة لا تمارس سيادتها على الأراضي الجزائرية فوق هذه في هذه المخيمات وفي هذه البقعة من الأرض؟ خلاص، إذا كان الحل أن تعترف موريتانيا والمملكة المغربية بهذه الدولة في هذه البقعة، لكم ذلك، لكم ذلك. أما الأقاليم الجنوبية المملكة المغربية، أنا أقولها أقاليم يعني الأقاليم الجنوبية المملكة المغربية، هذا الأمر انتهى تماما، لم يعد هناك وجود، لم يعد هناك وجود له. وهذا الأمر يعني نحن ذكرناه مرات وشرحناه وأتينا بالخرائط وأتينا بكل هذه الأمور حتى يعني تتضح للجميع ما هو الواقع على الأرض، وذهبنا وصورنا لكم وبثثنا وقمنا بالبثوث من تلك المنطقة حتى تكون الأمور واضحة دون أي يعني دون أي تكلفة. يعني ما من أراد أن يعيش هذه الأمور أمرا واقعا يعيشها، ومن أراد من لا يعيشها يعني ذلك شأنه. نحن نقتصر على ما نرى وما نعيش من أمور واضحة، ومن لا يريد أن يعيش هذه الأمور ذلك شأنه. ونحن كما قلت لا علاقة لنا بهذا الأمر حتى تكون الأمور واضحة. وفي الأخير أقول وختاما لهذه يعني النافذة في التاريخ، أريد أن أقول
رحم الله المختار ولداد داه، رحم الله المختار ولداد داه، مهما كان ضعفه ومهما كانت إمكانيات آنذاك، كان رجل مبادئ، كان رجل مبادئ. عندما اختلف مع الملك الحسن الثاني، وهذا شهادة من الملك الحسن الثاني، يقول كان أمامي رجل صعب جدا ورجل مواقف، ولكن الرجال العظام هم أولئك الذين يقومون بالسلام، بسلام الشجعان. يقول الملك، يقول المختار الدادة رحمه الله، عندما استطعنا مع الوقت أن نتغلب على خلافاتنا، وجدت في الملك المغربي رجل دولة وفي لما تعهد به. وهذا هو المهم، المهم يا أخوة الكرام هو الوفاء، وهو الاعتماد على الصديق في الظروف الصعبة، في الظروف الصعبة. هذا ما أردت أن أقول، أردت أن أبعث برسائل واضحة لجميع الأطراف. لن نقبل استهدافنا، ولن نقبل أن يتم استهداف رموز بلدنا. إذا كنا إلى حد الآن، وهذه رسالة، إذا كنا لحد الآن صبرنا على الظلم، والدينا ضحوا من أجل كرامة الشعب الموريتاني وقواته المسلحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولكن تركوا وراءهم ذرية صالحة تذهب في نفس الاتجاه، وهو خدمة الوطن مهما كلفها ذلك من مصاعب ومن مشاكل. هذا هو الدرب الذي رسمه وتركه لنا سلفنا الصالح. أما أولئك الذين هددوا موريتانيا شعبا ودولة أبا عن جد، وتأتي ذريتهم لتواصل في دربهم، نحن سنبقى على ذلك الدرب، سندافع بكل ما أوتينا من قوة عن تاريخنا المشرف، وعن تاريخ بلدنا المشرف، وعن تاريخ قواتنا المشرفة. لا نخاف في ذلك لومة لائم، وبإذن الله عقيدتنا ويقيننا قوي في أن الله سبحانه وتعالى المدبر الوحيد والأوحد سينصر الحق، طال الأمد أو قصر. هذا هو الذي نستمد منه نضالنا. من أراد أن يحق الحق فالمصلحة له، ومن أراد أن يدخل التاريخ من أبوابه الصغيرة ذلك شأنه. أما نحن سنبقى كما كنا، أخلاقنا رفيعة، تصرفاتنا رفيعة، ومصلحة بلدنا فوق كل شيء، مصلحة بلدنا فوق كل شيء، ومصلحة شعبنا فوق كل شيء. هذه هي رسالتنا، وشكرا، شكرا جزيلا للأصدقاء والمتابعين على دعمنا في منهجنا. شكرا لكم إخوة الكرام، ولكم مني كل التقدير، وإلى وقت آخر أترككم في حفظ الله وعونه.